صباح الخير علاء، صباح النور، لاباس عليكم؟ بخير هنين. كي صبحتو تتصبح يا اختي الشميشة مقلقلة مع الصبار الشمشة مقلقلة ورايا باش ما نشدوش. ايه الحمد لله انايا مشيت للقيصرية، عرفتي راه ما كنحملش الجل هنايا والله العظيم. اول حاجة تيكونو الناس مخلطين وانا مريضة، ثاني حاجة غير باش نحط الطوموبيل لبلاصتي ما تنلقاش واحد السيدة، عرفتي المهم واحد السيدة قالت لي والو صافي بغيت بحال لي بوني ديالك. راه داخلة للقيصرية طلبتني قالت لك عافاك جيبيهم ليا، قلت لها واخا مريضة راه غادي نجيبهم ليك ولكن مكدبش عليكم البنات راه ما نقدر دابا، انا مريضة ما نقدر نتسخر حتى شي وحدة والله العظيم. عرفتي راه عيني راه شنو نقول لكم، لا اله الا الله. وصافي غندخل نشوف ليها لي بون في القيصرية وشوف واش نلقاهم ولا لا عاد نخرج. انا جيت لهنا وما سالت هذا سالت ما حالش نشوف الجهه الاخرى، دولت نتقدم لعندو ما لقيتوش. انا وليت جيت ملي دخلت القيصرية شفت واحد الواحد اخر ما لقيت ما عندوش، لقيت عندو على اللون الابيض خضيش. دير لي خويا راه لا الخرطوم لا، دير لي درت لي سكنجبير، ادير لي ربعه ديال البزار ما عندك السكر. ملي جيت لينا معانا انا بصعوبه قلت لكم باش كندخل، قلت لهم نتقدا الاقامه ديال العيد نتقدا ونطحنها نقاد ناخذ التحميره. هذه هي التحميره اللي نحنا اصلا تتكون عندنا في التعاونيه، حيت الاخرى فيها الزيت وهذه ما فيهاش الزيت. هو الدري دابا تيقعد فيه، ملي خديت انا غير البزار خديت سكنجبير الخرقوم عندي الكامون يلاه شريتو، صافي ناخذ العطر وناخذ القرفه وناخذ العطريه، خاصني العطريه ديال القهوه كتبغيها امي مع القهوه كحله. مرهين اش دايره؟ ماسك في العسل قهوه والماء ناري. دزتي ليا العسيله اللي شريت، ها دزتي ليا العسيله ومع من تشاورتي الزحليقه العسل ديال الدار كامله. لا العسل ديال مريضه السرطان. انا مريضه بدون سرطان. مبرك بنيتي مريضه بدون سرطان. واش فين شتي هذا الماسك؟ ويلي راه مجربه شحال مره. قولي والله قلتي لي دايزه على دوك القريعه ديال العسل. يلا حصلتي، راه تا ول البارح لقيتك دايره فاش كنتي باغا تمشي الرحله. ايه ها شتي تنعيق بك وتندير عين ميكا تنقول بلا ما نبقى نحرج في لالا نورهان. ايه ها نورهان وجبهتك ماله مسكينه ما عليها حرج. تحدي انا جبالي اختي خلي درتي على الموسطاج حميده الحنيكات تتغسلي وجهك بالاول بالصابون وعاد تديري الماسك وتتعاودي تغسلي وتترطبي ولا ما تترطبيش من مورا الماسك. ديري شي زيت ترطبي وجهك. الله الا انت اللي عابره على الوقت نورين تي ترك عالم الماسك يا اختي. ودوك الحويجات طلعتي من شرتيهم وعلاش قلتي لك؟ قلت لك طلعي الحوايج نشريهم تتقال. اقسم لك بالله تتقال. لا حبيبتي خصك تطلعيهم تنشريهم، هبطي هذيك ديال الصابون الدوزيام باش تولي تنشري غير الدوزيام طلعي حتى الفوق صافي ان شاء الله. ايوا شوفي وما كملتي طلعتي الحوايج. هذاك الخليط اللي درتي في وجهك يتعاود لك بطريقه اخرى في راسك في حالتك كامله. لا راسي لا شعري لا. ايوا باش طلعت نصري الحويجات. ها انتما يا البنات نورهان حيدت الماسك من الوجه وطلعت لبست ليا هذا القفطان، قالت لي ديري راسك لا قفطان صاحبي، قالت لي ديري راسك بحال اللي بغيت نشري من عندك زيد شورينا. قالت اختي قلت لها انت اللي غتولي ديري لنا الشوتينغ، زيدي 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 تولي ديري لنا الشوتينغ. شحال تخلصي ديري دي باغا على الخلاص
قادي بعدا القصيصه مو قصيصه. يلا زيدي وريكي تندير انايا. يلا بريزونتي لنا بنات هاد الطروزه. اها زيد شوفو كي دايره عريضه. شحال هادي اختي بغيت نشريها دوراك بغيتي باش تعيدي تاتي اختي شحال اختي. اه صافي عدي عدي راك فابور فابور باي باي. اش اللي نحط لامك سنوران والله الا جاتك نوران وليتي تلبسي قدي قدك. ياك اختي حقرتيني. لا لا ما حقرتك والو صافي نوران. اش شبان لكم البنات نوران تولي دير معايا حتى هي الشوتينغ نزيدو على خالتكم فاطمه ناري دي ما غنجا الصرف. هادي زيد على خالتكم فاطمه هادي وحده بغات البيجامات والقفاطر والجلال وحده باغا الفلوس. ويك ويك يا عباد الله ويك ويك. سرسره اختي سلق لي شي بيضات الله يرحمك الوالدين. درتي مشيتي تسلقوا البلديين ديولي. يلا سيري شوفي سيري اختي نشري الحوايج حتى لي قفطان سيري نشري الحوايج. يلا وليت نبكي بلا وقت. أولها وآخرها الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إلا ربحتي وحق الله العظيم إلا عما شافكش كحل الرأس قسما بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. عرفتي كنت نضل نشوف التعاليق ديال شي بنات الله يهديهم. أويلي كيفاش خرجتي من درتي الحصه وما وخارجه كتضحكي وخارجه كديري اويلي وفلان شتوش وكي ولا حالته وشكي ولا حنا دابا ولا حالتنا. يا حنا دابا ولا حالتنا كي دايره. وقف بحالتي ما يتشاف وليت تشدك هادي وتشدك هادي وتشدك هادي دقه وحده. الله بكي ونبكي ونبكي بلا وقت. الحمد لله على كل حال. شوفوا العين شو العين اكثرية هادي شتو عيني. هادشي شنو صبارو لا ما تلبسيش بانطوفان خلي عاك. لا ماشي بهاديك هاديك حرشة. شوفي شي حاجة رطبة ونور هين. لا ناري متشرطة لي الطوموبيل كاملة. ناري 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 شوفي فلاكور. يا بنتي خلينا الطوموبيل عسكري. شو راكي طيحو الدموع دابا يحسب لكم كم بكي راكي طيحو الدموع. لا نورهان نورهان عافاك الله يرضي عليك. لا ما خديني مني نورا مسكينه بغات تغسل الطوموبيل. الا ما ديريش كلينيكس نورا سيري لاكور راه كاينين لاكور راه مصبناهم محطوطين. هادي خلاص بلا ما نهضروا على صبعي هادشي كامل. اشنو بغات تقولوا لي ثاني عرفتي كاين شي غنشوف. غادي عاد شرطه الناس اللي كنتي وسكين الله يرحم لك على الوالدين على جدك فهاد الليل. شوف شو العين شوف هادشي شنو سبابو. سبابو ان ما عنديش المناعه والمناعه شكون اللي كيحيدها كيحيدها الشيميوثيرابي. باش كنجي كنهضر كنلقى بعض المرات شي واحد الى حق لا اله الا الله واش كيطنزو واش لان اللي يدي في العافيه ماشي هو اللي يدي في المبارد. انسان فاش كيكون يعني هو اللي وسط النار هو اللي تيدير الشيميو اللي تيدي ليه المناعه اللي تيعرضو لبزاف ديال الحوايج ماشي هو الانسان اللي متاكي مع راساته بخير ما مريض ما والو. كل واحد الله يزيدو صحه بصحه يا ربي. ها هو بنادم اللي كيكون ما عارف شي حاجه يبقى يسكت. انا فاش كندير الشيميو كطيح المناعه. الشيميو معروفه ان المناعه ديالك كطيح. فاش المناعه ديالك كطيح تيولي اي فيروس اي حاجه
كتدخل لك للداك ديالك ما عندكش دوك الاليات ديال الدفاع اللي دافعوا بها. بحال كيف موقع في سميتو فاش طاحت لي السنه ولقيت شي وحدينات كيضحكوا ويلي على الشيميو. الشيميو شنو هو؟ الشيميو راه السم، راه السم، هذاك السم ديال الفعا كيدخل لك الجسم ديالك، هو اللي كيزرق الضفران، هو اللي كيدير بزاف ديال الحوايج، كيدير حتى نقص في الكالسيوم. فاش كيدير لك نقص في الكالسيوم الا كانت شي حاجه انا السنه راه فيكسيها وليني فيها الجدر صافي هو يطيح. طاحت هذاك الفيكس راه عندي بالكرو وطاح، ما يمكنش غادي نعاودو نديرو. راه الطبيبه قالت لي ان خصني ندير تحليله ديال نقص الكالسيوم باش نشوف. كي وقعوا لك بزاف ديال الحوايج بسبباش بسبب المناعه، بحال دابا انايا علاش عيني تنفخات والدموع النيوفي كيسيلو، بسبب نقص المناعه. دابا نادا ضربها البرد لا غريب، كانت مستخاسيه وكتبكي وداك الشيء، ومشيت عند بنتي لقيتها كتبكي، بقيت معاها وعند نكته صافي. هي مرضات وانا تعاده ضربها البرد، هي راه ضربها البرد وعاوده ودازا الحال، وانا صافي. انا فاش يعني تعاديت، هي هو الانسان العادي فاش كيضربوا البرد يا اما كيشرب فيتامين سي يا اما كيدوزو الحال. انا لا، انا ممنوع عليا فيتامين سي مع الشيميوثيرابي، ممنوع عليا فيتامين سي، ممنوع عليا اي دواء نديرو الا باستشاره ديال الطبيب المختص في الاورام، لا ديال الكلينيك لا الاخر، تيتشاوروا هما بجوج مع بعضياتهم، لا ديال السبيطار. حيت انا في النهار الاول سجلت في السبيطار، وليني ملي جاني ان خلاص خلاص عقبت مشيت للكلينيك، بقاو الاطباء بجوج يعني كي يعني في الحاله كيتشاوروا حالتك، لان مرض السرطان ماشي شي حاجه سهله. انا دابا مابقاش عندي المناعه، غير مجرد انني عنقت بنتي، علاش الطبيبه قالت لي ما خصكيش تخرجي شي بلايص اللي زحام، ما خصكيش يسلم عليك الناس، وانا كيجيو الناس وكتقولي شي وحده ما يمكنش نسلم ولا كتسلم عليك، كي غديري لها؟ ما تنتلاقى مع الناس برا كتجي شي وحده تعنقك، ما تنقدر كي نقول، فهمتوا داكشي؟ علاش انا فاش تعاديت ما بقاش بيدوزني الحال، حيت خصني ضروري خصني الدواء، خصني فيتامين سي، خاص يكون عندي ديك المناعه باش هي يا تحارب الفيروسات. انا ما عنديش صافي، وبقى لي عرفتي شحال من يوم دابا وغاديه عيني وكتنفخ وكتحمر. شتو شو شو العين كي داير؟ واه تاني نقولوا لكم اوي بسبب الشيميو، ايه بسبب الشيميو، بسبب كيهبط لك المناعه صافي. فاش كتهبط لك المناعه انتما حنا كيولينا لينا غير ما سيدنا محمد رسول الله. خلاص واحد الصبع عندي راه كنت شديت واحد الدقه، راه حط لكم في الفيديو شديت واحد الدقه وتنفخ ليا وزراك وبدا كيخرج منه الكيح. خاصني الطبيبه دابا خصني حتى نغدا عاد نقولها ليها باش نشوف اشنو تاني خرجوا ليا، اش من دواء يخرجوا ليا. راه ما يمكنش وحق لا اله الا الله، حتى راه تنتم غادي والدموع كيقطروا ليا، كيقطروا بوحدهم الدموع كيقطروا، عاد العين كملتها ويلا صباح صبحت ليا مغمضه. نادا ويلا زادتنا العين على الطوموبيل. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله والله العلي العظيم، ما مست ما نقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله وصافي الحمد لله. في الاول وفي الاخر والله العظيم البنات اللي كنبقى نشوف تنقول شو دابا حاجه مورا حاجه مورا حاجه مورا حاجه مع الدماغ غادي ندير ومع الدماغ غادي نقول سوى الحمد لله والشكر لله. يعني دابا دوك اللي كانوا تيبقاو يهضروا تيبقاو يقول يلا فرحوا دابا انتما شتو حالتي كي وليت، يلا فرحوا يا امي يا امي يا امي. الحمد لله والشكر لله. البنات ربي لما دعوا معانا دعوا معانا دوزنا هذا الشيء بخير على خير يا ربي يا ربي. الله يجيب الشفاء. شو العين شو شو الحمد لله والشكر لله في الاول وفي الاخير البنات الحمد لله. شوف طمبيتي اكي انا راه تنشوف بعين وحده. علاش شوفي بسم
ماش تشوفيش في ماماك؟ عاد عينين حمرين، كل شارع عيني حمرين بجوج كلام وكف سنسلخ تيبل ليا تيبل ليك يا ولا إله إلا الله وصافي الله. الله يدير لي شي تاويل ديال الخير يا ربي، الله يدير لي شي تاويل ديال الخير. يلا البنات تهلاو ليا فراسكم، بالسلامه عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.